اخوان كدير بخير، لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير في افضل الاحوال. كدير مع هاد البرد؟ كلشي مزيان اليوم ان شاء الله. نوريكم واحد النقطه اللي ما تيتهلاش في الزيت، اللي تي انسان الموطور بالزيت تيبقى غير خدام ما على بالوش بالزيت، حتى تيلصق عليه الموطور، تيلصق على مخيباته، فهمت؟ غنوريكم واحد العواقب اللي تدير الزيت الى خواز من الموطور، نشف الموطور من الزيت. الموطور فاش يولي خرج عندك الدخان، ديك الساعه عرف بلي راه الزيت تتشكال، فهمت؟ شوف بحال هذا، راه هو تيخرج عنده الموطور، كان تيخرج عنده الدخان، وديجا قلنا ليه بلي راه الموطور خاصو يتحل وبقى خدام به. المهم ديجا علمناه، قلنا ليه راه الموطور عندك خاصو مراقبة، تيقول اليوم غدا اليوم غدا تلصق ليه الموطور. الموطور كان غايب شي بلاصة تلصق، شوف الحالة كي ولا، شوف بيصون كيوقع ليه، حالة لا يرجى لها. شوف السيلندر، شوف من الفوق ومن التحت، السيلندر خاصو سيلندر بعد، هادي أول حاجة بيستون من الفوق ومن التحت، مشات له الفيبرو كان لصق في هداك اللاكس ديال لصق في هاد اللاكس هذا، شفتو؟ حيدناها بالضرب، فهمت؟ الموطور عايد قاس هاد اللاكس عايد لصق لك في هاد الفيبرو كان، عاود كاع تحلها الا خليتيها ما بدلتيهاش وعاودتي حكيتي هذا وركبتي في صوره اخرى، تبقى تكولي لك الموطور كل مره، ضرب بها واحد المسافه قليله تولي بقى تكولها، فهمت؟ هي هذا بحال ما هذا، هو خاصو دابا خاصو بيس، خاصو سيلندر كومبلي، سيلندر كومبلي خاصو فيبرو كان، خاصو موطور يتحل يتغسل من الداخل وتنقى من هذيك الزيوت. شو الزيت كي دايره؟ شوف هذي زيت كثر من القطران، هذي ولات كثر من القطرات، القطران وخاتره بزاف كاع، والله العظيم خاصو 30 درهم تاع ليسانس باش تغسل هذه الماكينه هذي من هذاك الوسخ وهذاك الكاركير. المهم تكرفص على هذه الماكينه بمعنى الكلمه. الكلاص تا هو داز السخونيه داز لهاد الكريبتورات هادو، شوف تاع صوبابا داز لامبرا كامل ديال الكلاص، خاصة شي يتبدل، هذا ضروري يتبدل تما، مع تيتكالو من تيولي يضر الموطور ناشف تيتكالو هاد اللعيبات هادو. شتي لا خليتيها حاجة من هاد الحوايج ما بدلتيهاش، تبدل فيبرو كان جديدة، تبدل لك سيلندر جديد، وتخليها لامبرا كام هي وهاد اللعيبات، تبقى الموطور فيه تسرسير ما يتقطعش منه تسرسير، غادي يكون أكيد أن الموطور فاش تيتحل وتتكون هادو دايز ليهم سخونية وما بدلتيهمش، يبقى عندك تسرسير في الموطور ما يتقطعش منه. غنوريكم ديك الجهه اخرى كي دايره بلاصه الزيت حتى هي. حتى راه مشكله صافي حق الله العظيم، كاين شي وحدين تيتعداو على الموطر، صح ماشي تيركبو، تيتعداو على الموطر بواحد الوتيره كثيره. انا الغرض عندي من هذا الفيديو باش نوريكم كيفاش تحلوه، كيفاش تسدوه، من بيصار تركبو عند هذا الشيء، ديجا هضرنا عليه بزاف في الفيديوهات، فهمت؟ انا بنقول لكم غير تهلاو في الزيت، الموطور الا تهلاتي في الزيت ما تيوصلش لهاد الحاله بحال ما هكا، الموطور باقي نقي صاحبي، قاعد كرفصات فيه الماكينه، خاصك بزاف د الحوايج دوك. انا الا تحل هاد الموطور عرفتي شحال خاصو، خاصو فيبرو كام، سيلندر، لامبرا كام، خاصو السلسله ديال لاشين، على الاقل تبدلوا لي هاد الدياسك، لا ريد ولات لي دايزين بالزيت من جهه اخرى، عول على واحد 1000 درهم بعدا اللي يدي لك، بعدا هي القليله عاد. المهم الفيديو، انا النصيحه اللي بغيت نعطيكم في هذا الفيديو كامله هي تهلاو في الزيت، تهلاو في الزيت وتهلاو في الزيت وتهلاو في الزيت، راه الزيت هي الموطور، وكما غلات الزيت كما تتكون عندها الجوده تتكون كاليتي مليحه، فهمت؟ ماشي تتغلى وردوا البال، حيت كاين شي وحدين تتكون الزيت، حيت واحد الدري هضر معايا داخل النار، زيت دايره 600 درهم باعينها لي ب 60 درهم، واحد الماركه. المهم هنايا عندنا حنايا 600 درهم، هو قال لي شريتها ب 60 درهم، تيبيعوها في هذيك المدينه عندهم هو ب 60 درهم. دائما مسول اي حاجه سول عليها، راه اللي تيسول ما عمرو يتقول، فهمت؟ سول بندير زيت نسول عليها، عطى الله بين نسول له، عطى الله مواقع التواصل الاجتماعي دركا سهلوا كل شيء، كاع اللي بغيتها تسول عليها تلقى الحل ديالها، تلقى شحال واحد واقع عليها المشكل وتيعاود ليك وتستافد، واحد تيستافد من واحد، حيت دخل على شي دخل على شي تصويره، حط هاد التصويره ودخل وتفرج في الكومنتات كلها واش يقول لك، كل يقول وقع لي هاد المشكل، ها مناش لقيتو، ها مناش، وبنادم تيستافد، واحد تيستافد من واحد.
تلوحوا حنا كاع شي تصويره في الصفحه عندنا وداكشي وتنشوف انا شحال من واحد تيعطي اجوبه صحيح ما تيخليش كاع انت تجاوب عاوتاني شي واحد اخر تدخل تلقى راه عطى جوابه صحيح تقول مزيانه ولا سيدي بنادم اللي تيفهم راه القضيه مزيانه هنا بقاو معايا نفتح الماكينه ونوريكم كي داير عاوتاني الوسخ من الداخل بهذا الزيت اللي يديروا الزيت عيانه وتيخليها تضرب واحد المده طويله فهمت شوف المهم تنحل الماكينه من الداخل باش نوريكم عاوتاني كي دايره من الداخل ها انتم ها الموطر فاش حليناه شفتو واقع عليه الوسخ وخامز الله يحفظك هذيك الريحه خامزه خاصو طحم حيمه ديال بصح نيت شي طحم حيمه تكون نيت تغسل هادشي مزيان عرفي برو كان شي نبدلو عليه شوف ايوا انتي ان شاء الله عبد الله المهم بنبين لكم انا الموطور راه مكرفص نيت غير الوسخ الزيت كون عرفتي شي موطور تنحلو بعض المرات تلقاه تخدم به بلا شيفون بلا حتى شي حاجه تخدم به نقي يعني لهذا طلعوا الزويته طلعوا الزيت مزيان ما خسرتي والو ضرب به 1200 كره ما يطلع 1500 كاع لا كثرتي وحيده قال الموطور نقي من الداخل ما فيه حتى شي اعراض بحال هكا فهمت ودير زيتو مزيان هذه صولوا على الزيت مزيانه وكل فصله تتكون فيه زيت ديالو فصل الشتوى تتكون فيه زيت وفصل الصيف تتكون فيه زيت فهمت باش ما طيحوش في هاد المشكل البياس عندو كله مكرفص كلشي هادشي كامل خاصو يتحسن غنغسلو ونعاود ندير لكم واحد الفيديو عاود تاني باش تشوفو داكشي كيولا ان شاء الله ولي عندو شي فكرة بغينا نهضرو عليها فشي فيديو اقترحها علينا ومرحبا بكم هيا هنايا نقينا بعدا كلشي نقيناه بعدا شوية شفتو هداك الزيت المسخة من هذاك الكاركير اللي كان في القناش وهذا الشيء وشتو كان هيا غادي تنبغيو نديرو ليه امار شنو نشلو باش نستيطرو تاع الزيت نهبط هذاك الوسخ اللي تيبقى في هاد القنيت هادي بحال هكا وهذا الشيء فهمت اللي تيبقى ضروري ما تيبقى شي شويه تاع الزيت ولا شي حاجه كحله غنديرو ليه امار شو تاع الزيت شنو نستيطرو تاع الزيت تكون نقيه تهبط هاد الوسخ ديك الساعه نديرو ليه الزيت مزيانه ان شاء الله سيدي تبارك الله عليكم ان شاء الله يعجبكم هاد الفيديو ما تنساوش تابوناو في القناه وديروا تعليق زوينين وتحياتي لكم كامل تبارك الله عليكم الخوت